جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هذه رساله من خميس مشيط وباعثها المستمع عبد الله مبارك، له جمع من الاسئله. في احدها يسال ويقول: اصلي صلاه الليل ولكني اصلي احيانا واترك احيانا، فهل علي دم او ان ذلك جائز، خاصه واني رجل لدي اعمال كثيره ولا سيما من بعد صلاه الفجر الى صلاه المغرب؟ ينبغي المحافظه على صلاه الليل وهي سنة ليست واجبة، وقيام الليل من أفضل التطوع، ومن كان له نصيب منه فإنه ينبغي له المحافظة عليه، ولو تركه فلا إثم عليه، ولكن لو نام عنه بعض الليالي ولم يتمكن فإنه يقضيه في النهار فيما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبيل الظهر، له أن يصلي في هذه الفترة ما فاته من قيام الليل قضاءً.